السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الاسد. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. برج الاسد، عندك نصيب حلو جدا وعندك حظ من نصيبك بفضل ربنا، ولعل الجزء اللي ينطبق عليك ما يكونش غير خير وتفاؤل، علشان انت حرفيا طال انتظارك في حاجات كتيرة جدا. فحان الوقت ان ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب، وحان ان انت تشوف نصيبك بين ايدك هيتظبط ازاي. فيلا بينا بقى برج الاسد نشوف ايه الاخبار عندنا، ونشوف ايه النصيب الحلو اللي هيبشرنا من حيث لا تحتسب بالاخبار السارة. انزل باللايك ونشوف مع بعض ايه الاخبار عندنا واحدة واحدة. يلا مواليد برج الاسد، ما تنسوش طبعا تشجعوني، تصلوا على الحبيب في الكومنتات وتضغطوا لي لايك. يلا انزلوا وقفوا الفيديو وانزلوا اعملوا لي لايك عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهده، وعلشان خاطر تقدروا التعب والمجهود اللي انا بعمله لكم. بسم الله ما شاء الله. دايما اقول انه الاسد اقوى شخصيه، فعلا الاسد قوي جدا جدا، اذا كانت فتاه او اذا كان راجل. على قد ما بيمروا بضيق وبخنقه وبحمل مسؤولية زيادة عن حجمهم، بس هم دايما أقوياء. عايز أقول كمان لبرج الأسد إن مهما الضربات ومهما الصدمات وخيبات الأمل، أنت برضو قوي. أنت رغم الألم اللي جوه قلبك ومحدش حاسس فيه، رغم إن أنت برضو متحمل ولحد الآن لسه جبل ما يهزك ريح. بقيت قوي جدا لدرجة انه بقيت تخفي اوجاعك انه حد يعرفها. بدأت ان انت تكتم، بقيت لما تكون عايز تبكي او تعيط او اي حاجة بتداري اوجاعك، بقيت تكفل على نفسك باب وتعمل اللي انت عايزه عشان محدش يشوفك ضعيف. عايز اقولك انه ربنا مش هيبتليك غير وانت عارف ان انت هتقدر تستحمل. انت حاليا من كتر الصدمات يا برج الاسد والخناق والخائنات، الناس اللي خانتك، بقيت عايش وكأنك مش عايش. بقيت حاسس ان انت متوتر وحيران. بقيت عايش طول حياتك بتدي من غير مقابل، وحان وقت ان انت تحصد بقى اللي انت اديته للناس اللي هي ما تستاهلش. الناس غدرت بيك وردت لك اساءة وظلمتك، وكل ذنب، يعني كل ذنب انسان غلط فيك، صدقني ربنا هيجيب لك حقك فوق ما انت تتخيل. انت صبرت جدا وتحملت حاجات محدش يتحملها، ولا اشتكيت ولا اتكلمت، بس اصبحت ان انت الان بقيتش قادر خلاص، طاقتك قربت تخلص. بقيت حاسس بالحزن دايما، بقيت تشعر بالحزن دايما، وما بتلاقيش حد واقف جنبك ولا حد يقولك انا معاك. بالعكس، انت بتقف معاهم وبتقدرهم وبتحميهم وبتديهم، وهم ما فيش حد جنبك ولا حد اصلا عايز مصلحتك. بقيت تشعر انت يا برج الاسد بالعجز والحزن دايما، ما بقيتش لاقي الشخص اللي يهتم بيك. انت كنت مهتم بشخص، بس حاليا ما بقيتش لاقي الشخص اللي هو يهتم بيك، واللي هو ممكن يكون واقف معاك او ان هو يكون معاك ويكون عايز يخدمك. بدأت ان انت تكون ايه، حد متأقلم بنفسه، حد مع نفسه اكتر، علشان خاطر عزة نفسه غالية دايما. عزة نفسه غالية. بقى عندك ضياع يا برج الاسد. انت بقيت حاسس بالضياع، حاسس ان انت عايش مع ناس ما تستاهلش. القصة الحب اللي انت كنت فيها دي اديتك قوة، بس اكتشفت حقيقتهم، اكتشفت هم قد ايه لعبوا عليك دور البراءة باحتراف. يعني هم لعبوا عليك دور ان هم بريئة وان هم ناس كويسة باحتراف. وكل ما انت قدمت لهم الخير، صدقني انت اكتشفت قد ايه الخذلان وسقوطك امامهم. ولما هم وشهم سقط، اللي هو قناع الجميل، انت عرفت حقيقة الانسان ده. برج الاسد،
برج الاسد بيقول انا تعبت، بيقول انا اتظلمت، انا خلاص ما بقتش قادر، انا طاقتي انتهت، ما بقاش عندي شغف اتجاه اي حد، ما بقاش يفرق معايا وجود حد في حياتي، بقيت بحب ابقى لوحدي اكتر، وبقيت ببعد عن اي حد ممكن يسبب لي اذى. الناس بقيت تجيب لي طاقة سلبية، بقيت ببعد عنهم وما بقيتش بعاتب عليهم، ما بقيتش اهتم بحد غير اني عاوز اريح دماغي وابعد عن اي حاجة بتتعبني، ما بقيتش بتمنى اكتر من ايام هادية ما فيهاش اي مشاكل في حياتي، وبقيت بتمنى ان ربنا يكبر بخاطري وان ربنا يديني اللي انا محتاجه وان ربنا يرزقني من حيث لا احتسب. صح يا برج الاسد، انت مش بتفكر كده الايام دي؟ بقيت بتستحمل بطريقة غبية، بس لما بتبعد عن حد ما بتعرفش ترجع له تاني، ولما تزعل من حد ما بتعرفش ترجع حبك ليه تاني، ودي حاجة جواك انت. ده انت اصلا يا برج الاسد كنت مدمن ضحك، مدمن هزار، مدمن دلع، بقيت دايما بتتكلم كده بطريقة جميلة، بس حاليا من كتر الصدمات وكتر ان انت وثقت في ناس طلعت خاينة، ظلمتك، كسرتك، طلعت دمرت حياتك، ده سبب لك ألم، سبب لك جرح في قلبك مش قادر تنساه. برج الأسد لما بيكون قاعد في مكان أو قاعد في مواجهة ممكن تتكلم، يعمل نفسه مصدقك بس عايز يجيب آخرك، عايز يجيب آخرك. برج الأسد أكتر مشاكله إن هو دايما مصدوم من كل اللي حواليه، دايما الكل بيجي عليه بسبب طيبته وبسبب طيبة قلبه وأناقته، وده أكبر غلط منه. دايما بيتغدر بيه، دايما بيتغدر بيه. عنده برج الأسد يعني هو اصلا برج الاسد خزان الاسرار، اي حد بيجي يحكي له كل الناس بتيجي تحكي له. برج الاسد ما بيعرفش يكذب ولا بيعرف الكذب، دايما عينيه قوية وبتكابر، والكذب ملهوش مكان في حياته، بس عنده طرف تاني او عنده علاقة تاني. برج الاسد هنا بيقول انا منحوس، انا غلط، انا مفيش حاجة بتكمل عندي ليه. عايز اقولك انت ولا منحوس ولا انت غلط، انت بس المشاكل اللي بتحصل مع الناس او طيبة قلبك دي بتوقعك في مشاكل. فتاة الاسد الكلمتين دول ينطبقوا عليك، انت محسودة من طوب الارض، محسودة على طيبتك، على جمالك، على رشاقتك، على حيويتك، على لبسك، على بياضك، على اي حاجة في حياتك انت محسودة عليها، دايما العين بصالك ومش سايبالك في حياتك. بس عايز اقولك كلمتين مهمين جدا لراجل الاسد او فتاة الاسد، انا عايزاكم تحذروا، احذروا خلوا بالكم، احذروا خلي بالكم، وعايزه كل الناس اللي بتتعامل مع برج الاسد تحذر. تحذر ليه؟ الاسد لما بيسكت في وقت هو المفروض يتكلم، احذروا من صمته، علشان اقسم بالله الاسد مستحمل حاجات محدش يستحملها ابدا، ولو انفجر هيدمر الدنيا كلها، حتى لو هيخسر اعز الناس، حتى لو هيخسر اي حاجة في حياته، بس لما هينفجر صدقوني مش هتعرفوا تلموه تاني. فللاحسن ان انتوا ما تجوش على الاسد. الاسد بيسكت، لما بيسكت في أوقات معينة ده حاجة غلط جدا. الأسد من الشخصيات اللي هي دايما بتتعود على ان هي يعني بتتعود دايما لما تاخد قرار بتفكر فيه صح، بس وقت العصبية والضيق ممكن تاخد قرار ما تعرفش هو رايح فين وجاي منين. بعد فترة من الفترات اللي جاية من الصبر صدقني الطرف التاني اللي في حياتك هيعتزلك، وهيبقى عايز يعاتبك على شوية حاجات، وانت مش هتقبل الاعتذار،
وهترد عليه بصمت، يعني ممكن هو يكتب لك محادثة انت هترد عليه بكلمتين او ممكن ما تردش خالص، عشان هو ظلمك وجه عليك، الطرف التاني جه ظلمك وده عليك. دايما محسود يا برج الاسد، دايما محسود، الناس بصالك في حياتك بشكل غبي جدا. والله يا جماعة لو عرفتوا برج الاسد هو مستحمل ايه او عنده هموم قد ايه هيصعب عليكم، بس محدش بيصعب عليه نفسه يا برج الاسد. انت دايما بتبان ان انت قوي، دايما بتبان ان انت مش ضعيف، ودي حاجة غلط. الناس شايفينك دايما قوي ان انت ما عندكش مشاكل، ودايما هم بييجوا عليك ودايما بيظلموا. عندك طاقة ايجابية باذن الله، نشوف فنجانك ونشوف حياتك اللي جاية باذن الله. الفترة اللي جاية انت هتكتشف حقيقة ناس كانوا خاينين ليك، وكانوا طمعانين في خيرك، وكانوا طمعانين فيك. انت يا برج الاسد من كتر المشاكل بقيت قوي، يعني بقيت قوي جدا رغم كل العواقب اللي موجودة في حياتك، بقيت صبور، بقيت قوي، بقيت تستحمل، بقيت شخصية بتبقى عارف انت عايز ايه وعايز ايه. ايمانك قوي بالله، ايمانك قوي بالله، بقيت تفهم الناس كويس جدا، مش هتكون متسامح زي الاول، ولا هتدي فرص زي ما انت بتدي وبتتأقلم مع الناس، وبقى اللي جواك كله بقيت تديهولهم. لأ لأ، عارف يا برج الاسد المشكلة ايه هي؟ المشكلة ان انت شخص جدع، او برج الاسد شخصية جدع، ما يعرفش يكون ندل مع حد، ولا يبقى قليل الاصل مع حد، ولا يشوف حد محتاج مساعدة ويسكت، وبرغم كده في الاخر ما بيلاقيش حد يقف جنبه. صح يا برج الاسد؟ اهو انا شايفة لك الوعى اللي انت وقعتها، ما لقيتش حد واقف جنبك. انت ذكي جدا جدا، وبتكتشف الناس من حقيقتها، يعني مجرد ما الناس تتكلم معاك بتكتشف كل واحد عايز ايه، وكل واحد ممكن يقول ايه، بتفهم الناس من نظرات عيونك. صح؟ واللي بتحسه بيحصل على طول. برج روحانياته عالية جدا، اوعى حد يحاول اي حد يعرف حد من شخصيات الاسد، يخافوا جدا هم يكذبوا عليه. تقولوا له الحقيقة هيحطكم في عينيها حتى لو كانت الحقيقة صعبة، أحسن ما يكتشفها هو. لو هو اكتشف الحقيقة اللي مدارية على الأسد، صدقوني هتندموا ندم شديد جدا، وهتخسروا حاجات ما كنتوش تتوقعوها. الأسد حساس جدا، حافظوا على ان هو ما تهنوش كرامته ولا تيجوا عليه. وياريت الحد لو حد مخبي حاجة على الاسد ياريت يقولها له احسن. الاسد مفيش حد بيفهمك من الناحية العاطفية، من الناحية العاطفية محدش بيفهمك، انت خدوم جدا وبتحب تساعد الناس، ولو في مكانتك بتساعد كل الناس، بس مفيش حد بيساعدك لما بتقع، مفيش حد بيساعدك لما بتقع. الفترة دي انت بتمر بمرض جسدي، بتمر بمرض جسدي، وبقى في جرح في قلبك، بالجرح ده بدأ ان هو يتحول ان انت تكون انسان بتحب الوحدة، منعزل ساكت، وبتحاول دايما تبتعد عن الناس اللي هي بترقبك، او الناس اللي هي ممكن تحزنك وتدخل لك طاقة سلبية. بس برج الاسد لما بيكون غاضب ما بيعرفش هو بيقول ايه، ما بيعرفش هو يظبط كلامه، فانتوا خلوا بالكم. برج الاسد دايما اقولك ان انت في عز فرحك بتتألم رغم ضحكتك، رغم ضحكتك، ضحكتك ما بتكونش من قلبك، بس انت بتبين ان انت مبسوط وان انت بتضحك، وده اكبر غلط، وده عامل لك مشاكل كتير. برج الاسد معروف ان هو احسن برج، وان هو دايما فتيات الاسد بتكون فتيات جميلة جدا، بس بيزعلوا بسرعة، بيزعلوا بسرعة. عشان تحافظوا عليهم لازم تصونوهم، لازم تقدموا لهم الخير علشان تلاقوا منهم الشخصيات الجميلة. الاسد معروف ان هو شخصياته كتير جدا، ليه اكتر من كذا شخصية، تنوعات في الشخصية، عنده شخصية مندهشة، شخصية بتضحك،
شخصية ملكة في نفسها، وشخصية تانية وشخصية تالتة، دايما عنده كذا شخصية في حياته، بيحب ما بيحبش الروتين أبدا. طيب شايف يا برج الأسد عندك كذا حد بيراقبوك وفاهمين اللي بيحصل، يعني كذا حد بيراقبك ودايما بيشوفوا اخباركم، بس انت عارفهم عارفهم، ورغم ان انت عارفهم ساكت عشان مش عايز تخسرهم دلوقتي، صح؟ انت مش عارف اللي بيخونوك واللي بيتكلموا عليك. هتقولي مش عارفهم، اقول لك لا انت عارفهم، واكتبوا لي في الكومنتات انت عارفهم يا برج الاسد، بس ساكت عشان مش عارف تخسرهم دلوقتي، او ساكت لحد ما يجي لهم الوقت المناسب. لو فاكر انك انت عرفت تضحك على برج الاسد تبقى انتوا ناس هبلة، صدقوني هو بيخطط لكم وهيقف على ارض صلبة الفترة اللي جاية، وهيعرف يرد لكم الالم المين. الاسد بيفوت مرة واثنين وتلاتة، بيفوت مرة واثنين وتلاتة، بعد كده ما تزعلوش، بعد كده ما تزعلوش، هيرد لكم اللي انتوا عملتوه بأضعاف اللي انتوا بتعملوه. خد حذرك يا برج الأسد، خد حذرك، في ناس بتكرهك وبتراقبك من بعيد، في ناس بتراقبك من بعيد وعارفين أحلامك وعارفين انت ناوي على ايه، ومن كتر حسدهم بتحلم بكوابيس مزعجة، وبقيت بيجيلك تعب مفاجئ، صداع مستمر، ألم في المفاصل، وبقيت كده تحس ان انت فيك حاجة غلط، ودول من كتر الحسد. وزي ما قلنا ان الأسد عنده كذا شخصية متنوعة، عنده شخصية طيبة جدا، شخصية كده بتحب الحياة وبتحب الدلع، ودايما حكيمة في ضميرها، ودايما اشخاص كده بتعرفوا تتكلموا معاها، وشخصية مرحة في كلامها، بتعرف ازاي تفرح وتفرح نفسها. والشخصية الثالثة بتكون قاسية وبتعرف ترد الجرح اللي انت بترده لها، وبتعرف ازاي تتحمل الصعوبات في وقت محدش يستحملها. فتاة الاسد معروفة ان هي مجنونة وجميلة وحاجة طيبة كده، حاجة حلوة جدا، بس دايما حاطين عليها، دايما حاطين عليها، ودايما عايزين تكسروها، ودايما شايفين ان هي احسن منكم، عشان هي بالفعل احسن منكم. دايما انتوا بقيتوا تخلوها تتعصب، تخلوها انسانة زي ما انتوا عايزين. برج الاسد انتوا عندك تعبانين في حياتك، عندك اتنين عاملين زي العقارب، الاتنين دول ستات، واحدة منك عندها وبناتها، وواحدة تانية ممكن تكون جايالك من طرف تالت، ممكن تكون جايالك من طرف تالت، احذر منهم وخلي بالك، احذر منهم وخلي بالك. انت حاليا يا برج الاسد بتهرب من الوجع بالنوم، بتهرب من الوجع بالنوم، عشان حاسس ان انت منجرح، حاسس ان انت مظلوم، حاسس ان كل الناس جاية عليك، ما بقاش عندك ثقة بالاخرين. انت يا برج الاسد من كتر اللي انت شايفه ما بقاش عندك ثقة بالاخرين، بقيت حاسس انه انت مش عارف فيك ايه، بقيت تحسن النوايا بالاخرين، وده غلط، ده غلط. الاحسن ان انت تفكر ازاي تتعامل مع الاخرين، وما تديش فرص لحد، اثق بنفسك، واثق ان انت ازاي تتعامل مع الاخرين. انت ما بتعرفش تخدع حد ولا تظلم حد، بس هما دايما بيخدعوك ودايما بيجوا عليك علشان انت قلبك طيب. المعلومات اللي انت جمعتها عن الناس دي من مصدر ان انت بتكتشف حقيقة الناس، يعني هيبقى عندك مفاجأة الفترة اللي جاية. المفاجأة دي ممكن تجارب مختلفة، وهتكتشف بعض المجلات الجديدة في حياتك، هيكون عندك مجهود اكتر هتبذله في الوظيفة الجديدة بإذن الله اللي انت هتحصد عليها.
شايفة كمان ان الناس اللي بتراقبك دي انت هتنتصر عليها وهتكون احسن ما هم فاكرين. عايزة اقولك ان انت هتكون احسن ما هم فاكرين، فانت ارمي ورا ظهرك. انت الفترة دي يا برج الاسد بتشعر برغبة في اتخاذ خطوة حاسمة وجريئة الفترة دي، وبتشعر انك انت الشخص الانساب للتعامل في اي مهمة، وهيبقى عندك ارادة قوية، وهيبقى عندك رأي مهم، وهيبقى عندك وضوح في امكانيات ان انت وفي امكانياتك من الفوز، يعني هتبقى عايز تفوز، وهتبقى عندك امور حلوة جدا. ففكر كويس جدا قبل ما تعمل اي حاجة، وقبل ما تاخد خطوة لقدام. قبل ما تاخد خطوة لقدام عايزك تفكر كويس جدا، وتفكر انت هتعمل ايه وناوي على ايه، علشان ما تخسرش حد جنبك او حد عندك. دايما الاسد لبسه شيك جدا، لبسه شيك جدا، لبسه شيك جدا، بس مستحيل مستحيل يخش بيت او يروح عند حد وياكل. عند حد ياكل ممكن هو اصلا ما بيحبش ياكل حد، ما بياكلش، حبش ياكل عند حد، ودايما بيحب ان هو يكون لوحده. بس عايز اقول ان الحمل بقاله فترة، سوري الاسد بقاله فترة حياته متلخبطة، الاسد بقاله فترة حياته متلخبطة، وبقاله فترة مش مستقر وتعبان، وبيعاني من اعراض كتيرة جدا، وانا الاعراض ذكرتها اول الفيديو، اعراض انا ذكرتها عندك كذا حاجة بتعاني منها. طب قول لي يا برج الاسد، انت مصدوم في مين الفترة دي؟ مين الشخص اللي انت مصدوم فيه؟ وليه بتحزن اكتر ما بتفرح؟ ليه دايما بتداري حزنك بابتسامتك وان انت تكون مبسوط؟ ليه دايما عندك علاقة تانية في حياتك مأثرة عليك بالطريقة السلبية؟ ليه؟ ليه دايما بيتكلموا عليك ودايما بيأذوك في ظهرك؟ ليه يا برج الحمل، يا برج الاسد؟ رغم ان انت، انا برج الاسد مع برج الحمل معلق معايا قوي عشان حد قريب جدا على قلبي الحمل، فبرج الحمل معلق معايا جدا. سوري، برج الاسد ليه دايما بيتكلموا عليك وفي ظهرك، رغم ان انت دايما بتديهم الخير، رغم ان انت بتعافر وبتجاهد علشان تحقق حلمهم؟ ليه؟ عارف ليه؟ علشان انت طيب، علشان انت من جواك شخصية جميلة. بس احذر وخلي بالك، اعدائك كتير يا اسد، اعدائك كتير، اعدائك كتير، الاعداء عندك اكتر من الاحباب. الحسد والعين من اقرب الناس ليك، الحسد والعين من اقرب الناس ليك، واللي دايما عايزين يكسروك. حواليك ناس في قمة الحقد، في قمة الحسد، نقارين الجميل، نقارين الاصل، دايما ناس مش كويسة، ناس عايزة مصلحتهم على مصلحتك. عندك صديقة مقربة منك او صديق مقرب منك، دول دايما بينصحوكم بحجة ان هم فاهمين مصلحتكم اكتر منهم، صح؟ عندكم الحد ده؟ اكتبوا لي في الكومنتات، عندكم حد مقرب منكم بينصحكم على اساس ان هو فاهم مصلحته، مصلحتكم احسن منه؟ لا، هو اصلا مش عايز اللي انتوا عايزين تسعوا عليه وتحققوه، بيغير منكم ومش عايزين الفرصة الحلوة تكون ليكم، بالعكس هم عايزينها ليهم، وده حاجة غلط جدا، حاجة غلط جدا. وخلوا بالكم انتوا الفترة دي بقيتوا تشعروا بكذا حاجة مضايقاكم، بس انا مش عايزاكم تقلقوا خالص، عندكم تحقيق حلم وتحقيق هدف
وتحقيق مستقبل. عندكم خبر حمل جديد، الإجهاض اللي حصل انسوه، عندكم حمل جديد الفترة اللي جاية، عندكم توقعات جميلة، عندكم انتصار على الأعداء، وأخيرا هتشوفوا جزء من ظلمكم قدام عينكم. أتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل وكل ما هو جميل. اكتبوا لي الأعراض اللي بتحسوها في الكومنتات عشان أقدر أرد عليكم بالعلاج. طبعا ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تصلوا على الحبيب 20 مرة، وكمان تضغطوا لي لايك عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدة، وتكتبوا لي تعليق دايما تكونوا معايا عشان ننزل لكم توقعات جميلة زيكم بإذن الله. تحياتي ليك يا برج الأسد.